أهلا وسهلا فيكم حبايبي. اليوم نتعلم نعمل نقشة كتير حلوة اسمها الدوامة بالتريكو، تستفيدوا منها بكافة الأشغال تبعكم. نقشة سهلة وحلوة، وهذا الخلف تبعها. قد ما بدكم فيكم تكبروا وتصغروا، بس انا رح اشرح لكم هلا طريقة الشغل. نبدأ مع بعض. البداية من 20 غرزة. واحد، اثنين، ثلاثة، أربعة، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة، 10، 11، 12، 13، 14، 15، 16. أول دور مقلوب، كل الغراز مقلوب. كل الخلف بدنا نعمله مقلوب، الدوار او الاسطور تبع الخلف كلها مقلوب. هلا الامام بدنا نشتغل، نبدا غرزتين مع بعض بالبدايه، وبنشتغل اول غرزه، نعمل غرزه، نقلب الخيط، نعمل وحدة مقلوب، هاي الفاصل بين المجموعة والمجموعة. غرزتين مع بعض، ندخل الخيط، ناخد غرزة، نرجع نشتغل أول غرزة، نقلب الخيط، وحدة مقلوب. منكرر يعني 3 غرز بدنا نشتغل عليهم، وبعدين وحدة مقلوب. 2 أول شي بناخدهم مع بعض، بعدين الغرزة. نشتغل أول غرزة، نقلب الخيط، وحدة مقلوب، كمل هيك لآخر آخر غرزة زيادة ما بنشتغلها، أو ممكن نعملها مقلوب. دور الرجعة كله مقلوب ما عدا الغرزة اللي عملناها بالعكس، نشتغلها وش يعني. هلأ 1، 2، 3، نقلب الخيط، نشتغلها وش. 1، 2، 3، 1، 2، 3 مقلوب وغرزة وش، و3 مقلوب، 1، 2، 3. هاي أول مرحلة بالنقشة.
المرحلة الثانية نحن بالبداية السطر اللي قبل أخذنا هدول الاثنين اشتغلناهم مع بعض، بعدين الغرزة. هلأ بهذا السطر اللي هو السطر الثالث بدنا نشتغل أول شي الغرزة، بعدين غرزتين مع بعض. نشتغل الغرزة الأولى، نقلب الخيط، نرجع غرزة، اثنين مع بعض، نقلب الخيط، نشغل غرزة مقلوب، وهيك لآخر. دور الخلف 3 مقلوب، وحدة عدلة. واحد، اثنين، ثلاثة، نقلب الخيط، وحدة عدلة. واحد، اثنين، ثلاثة، وغرزة عدلة. نقلب الخيط، واحد، اثنين، ثلاثة، وحدة عدلة. نقلب الخيط، واحد، اثنين، ثلاثة، وغرزة عدلة. واحد، اثنين، ثلاثة. الخلف بصير ببين معكم، بتلاقوه سهل وقت تشتغلوا. كمان هون بتلاقوه سهل، تتوضح معكم. هلأ هون تكرار، بنرجع بنكرر السطر الأول بالنقشة، بناخد دول الاثنين مع بعض وغرزة لوحدها. غرزتين بناخد لفة عليهم، بنشتغل أول وحدة، نقلب الخيط، وحدة مقلوب، اثنين مع بعض وغرزة. كل الغرز يلي هدول تبع النقشة عدلة، بس الفاصل بيناتهم غرزة مقلوب. نكمل الشغل لآخر السطر. هلا رح اشتغل كام دور وارجع لكم او سطر. شوفوا شو طلعت حلوة، هي بتستفيدوا منها بشغل الطواقي، الجواكيت، فيكن تعملوا منها سكارف، شونات، مخدات، لانه هي النقشة بتصلح لجميع الاعمال. ان شاء الله يكون عجبكم الشرح. لايك للفيديو، لايك صفحتي على الفيسبوك، اشتركوا في قناتي على اليوتيوب، شاركوا أصحابكم بهالأفكار الحلوة، وفعلوا الجرس من جديد لو كنتم فاعلين. رجعوا فعلوه مرة تانية لحتى توصلكم كل الإشعارات. وشكرا لكم، وإلى اللقاء.